السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الكرام. ده الجهاز الاوتو فيد، الجهاز الاي 3 الخاص بالديجيتال. زي ما حضراتكم شايفين السرعة بتاعت الجهاز دي، اول نقطة انا حابب اتكلم عنها، وهي النقطة بتاعت الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيسحب تاني الملف التاني اللي بعد منه اوتوماتيك، وبيقرا اوتوماتيك. هنا نظام الكاميرا هنا بتقرا قرايه اوتوماتيك على طول، وقرا الملف معانا اي مشاكل. زي ما حضراتكم شايفين سرعه الجهاز. بص حضراتكم نقطه جوده التقطيع ومقطع خارجي وداخلي، شايفين حضراتكم شكل اللوجو عامل ازاي معانا، الجوده والقص بتاعنا، ومفيش ترحيل خالص. الوزنيه بتاعت الملف، كل الملف كده بنفس الشكل بنفس الحجم بتاعنا. الجهاز هم الأجهزة، في أجهزة مقفولة جاهزة على التسليم الفوري. الجهاز بيبقى جاي متقفل، جاي مع المحتويات بتاعته. ده الدرج بتاعه مع دي الحاجات بتاعته، المحتويات. بيبقى معاه شهادة ضمان، ومعاه اسطوانة تدريب، معاه سنون التقطيع بتاعته، وكمان الكابل اليوز بي، معاه كابل باور، ودول أيضا بيستخدموا لل من ضمن ملحقات الجهاز. السوفت وير طبعا مهم جدا، السوفت وير السايب ماستر. دي ملحقات الجهاز اللي بتيجي معاه. الجهاز بيبقى معاه ضمان سنه. بص حضراتكم بقى المواصفات الفنيه بتاعت الجهاز. طبعا كل منتجات سكاي كات الحمد لله تعالى عاملين الشاشه زجاج، لان في اجهزه كتيرة بتبقى شاشه دي بلاستيك، لا دي ازاز حقيقي، شاشه اتش دي. بص حضراتكم الوضوح بتاع الشاشه والجوده والكواليتي بتاعت الجهاز، شايفين الوضوح. الجهاز كمان شغال واي فاي، وممكن يشتغل يو اس بي. الجهاز فيه كاميرا حقيقيه نقدر نصور بيها. يعني احنا هنا مثلا كل اجهزه سكاي كات الحقيقه بتدعم نقطه الكاميرا بتاعه الجهاز. يعني لو جينا عند اي تكست كده بتاعه الكتابه ودوسنا تصوير، عملنا هنا تصوير، بص حضراتكم الكلام بيظهر معانا. في نقطة أخيرة حابب أتكلم عنها، والحقيقة أنا هتكلم عنها في كل فيديو، وهي نقطة الصيانة والضمان والدعم الفني. مهمة جدا، لأن في قطارات منتشرة في السوق مجهولة الهوية، ملهاش قطع غيار ولا ليها صيانة ولا خدمة ما بعد البيع. فإحنا مش بنبيع منتج وخلاص، لا احنا بنبيع منتج وبنقدم عليه السيرفيس كامل. اهم من المنتج هو نقطه الصيانه والدعم الفني وقطع الغيار والضمان. كل الامور دي كلها متاحه معانا بفضل الله تعالى.